عزيز الهاني الكاتب العام لجمعية الدكالة لمهنية تعليم السياقة وقانون السير بمدينة الجديدة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة والسلامة الطرقية بالمغرب، عضو المجلس الوطني بعملة مدينة الجديدة. كما شفتوا اللقاء اليوم راه داز ناجح وبشهادة الجميع، وكان عندنا حضور من إخوة مهنيين من خارج مدينة الجديدة، كان الحضور من مدينة مراكش والحضور من مدينة بن حماد وسطات الدار البيضاء مكناس، زيادة على ذلك الإخوة المحليين ديال المدينة الجديدة. هذا اللقاء كان هو اللقاء الثالث اللي نظمته جمعية الدكالة، اللقاء اللي حضروا معنا الناس وأطور، كان معنا رئيس مركز تسجيل السيارات مدينة الجديدة، وكان حاضر معنا موظف عن مديرية الضرائب اللي شرح للإخوة المهنيين التطورات الأخيرة اللي خلقات في قطاع تعليم السياقة، من بينها التعريفة اللي خرجت في الجريدة الرسمية والقيمة المضافة على اللي غتدخل بزاف الامور اللي كانوا جاهلينهم الاخوه المهنيين. الحمد لله كل شيء استفاد واللقاء راه داز ناجح، وكنشكر جميع الاخوه المهنيين اللي حضروا معنا ولبوا الدعوه، وباش ما ننساش الاخوه ديال مدينه سيدي بنور اللي كنوجه لهم تحيه عاليه ليهم، اللي كانوا تما شرفونا بالحضور ديالهم. ومن هذا المنبر هذا كنطلب جميع الاخوه المحليين ديال مدينه الجديده الانخراط في الجمعيه ديالنا ويدعمونا، لان كما شفتوا كان في اللقاء كانت معنا مديره شركه داسيا، وكان معنا ممثل عن شركه سوفا كريدي اللي غنديروا معاهم واحد الشراكه لاقتناء السياره اللي غيستافدوا منها فقط الناس المنخرطين. ومن بعد راه حنا كنفكروا في واحد الاستراتيجيه اللي غادي نعملوها مع واحد الاخوه ديالنا في دوله فلسطين الشقيقه، اللي حنا في الاتصال معاهم واللي غادي ننسقوا معاهم على واحد الدوره تكوينيه، وغادي يجيو عندنا هنا المملكه المغربيه، وغادي نكونوا ان شاء الله اللي غادي ندير واحد اليوم دراسي معهم هما فيما يخص السلامه الطرقيه اللي كتسرع على وزاره الجهاز والنقل وكذلك اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير. ومره اخرى كنشكر جميع الناس اللي حضرات، للمهنيين ولا ارباب سيارات تعليم السياقه ولا المدربين ولا رئيس مركز تسجيل السيارات ولا الاخت مديره شركه داسيا وممثل عن وفا سلاف والممثل اللي كان حاضر من مديريه الضرائب. تحيه للجميع ومرحبا بكم ان شاء الله، ومازال راجي لقاءات اخرين اللي غادي يكونوا ان شاء الله مميزين عندنا في مدينه جديده.